محمد هاني واحمد فتحي اتنين مميزين لوحدهم خالص. قالوا ديانج النهارده امتياز، الباقي كله مش وحش، لكن دول اللي كانوا فارقين معاك قوي في الحته الدفاعيه خصوصا، هم الثلاثه. وفي الحته الهجوميه انك ديانج بياخد الكره وبيقطع بيها مسافات، يا اما ياخد فاول اللاعب يقف خالص يهدي الملعب شويه، بيعمل كره خطر. لا النهارده كان الروح كانت عاليه كمان جدا، ودي النهارده بقى من كنت لسه هتكلم عليها. طرد لعيب، لا مخلي روحك عاليه، روحك العاليه ايما بتيجي في كلمه واحده. انا ما بتغلبش، مش هتغلب النهارده. عارف انت اللي هو ايه يحصل اللي يحصل، مش هتغلب النهارده، اللي هو انا لا انا النهارده انا ميت في الملعب بس مش هخسر المباراه. بيراميدز بيلعب زياده واحد، ما بيلعبش زياده واحد، لا تخيل فوق كل ده. لو البنالتي جت بتاعت مجدي انت كنت ممكن تطلع كسبان النهارده، لان اداء بيراميدز في الشوط الثاني لو طلع خسران واحد الموضوع هيبقى مختلف خالص. خد بالك برضه بيراميدز بيهاجم بس ايه بهدوء شويه باتزان، انما الشوط الثاني كان ممكن يسيب لك مساحات كتير قوي، كان ممكن استغلالها سهل جدا. فالنهارده زي ما بقول لك كده ايه ربع بالك. واحنا كمان يا كابتن علاء بدايه الشوط الثاني لينا كانت قويه جدا طبعا، وشفنا كره قفشه في العارضه. ايمن الشوط الثاني وعملت ملخص انت احسن، ما تنسى الكره شكلك احسن، خطوره مفيش غير بس كره دود الجباس، في خطوره دي كده في خطوره جامده قوي للاعيبه الاهلي. الحاجه الثانيه كمان روحك في السماء النهارده، هو ده يعني ربع ضرره نافع زي ما بيقولوا. خساره يعني طرد السلية، لا تركيز زاد، معلش مجهود زاد، يحصل استشفاء وكده كويسين، لكن كمان انت روحك في السماء، ودي مميزات لعيبه النادي الاهلي. لما تطرد واحد العشرة بيبقوا 20، انا مش هتعب، انا مش هخسر النهارده مساحات، لا مش مساحات مقفوله على قد ما قدر لعيبه النادي الاهلي النهارده، كله بيبذل اقصى مجهود. لكن بتيجي عليك اوقات ايمن برضو، ما انت الفريق التاني متفوق لعيب وفريق اكيد فريق كويس، لكن لعيبه بيراميدز النهارده مش لاقيين لعبهم، عشان انت قافل في اخر 35 يارده كويس قوي، قافل يعني عبد الله مش لاقي لعبه، مفيش حد لاقي لعبه النهارده. جون انطوي لحد ما خرج ما عملش كره، كره بس جت بدماغه بس، وهي دايما يعني الكوره الخطر على لعيبه النادي الاهلي النهارده ايمن كورتين بالعرض، ودي لازم يعني لازم تتعمل كويس قوي، لان الكور زي دي ممكن تعدي واحده، لكن الكره الثانيه لا ممكن ما تبقاش تعدي كده سهل. لكن النهارده كل التحيه لعيبه النادي الاهلي، مجهود ممتاز، وطبعا زي ما ذكرت انا محمد هاني احمد فتحي وقالوا ديانج.